الآن جاء موعدنا مع الأحوال الجوية والطقس وبيان درجات الحرارة. ومرة أخيرة مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكراً ريهام. شكراً أدى. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتبعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 28، الصغرى فيها 22، الأسكندرية 28-19، مطروح 26-17، بورسعيد 27-22، والإسماعيلية 29-21. أما محافظة السويس فالعظمى فيها 28، الصغرى فيها 21، العريش 27-17، طابة 28-20، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 32-22، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 34، الصغرى فيها 22، أسوان 35-23، الوادي الجديد 34-18، شلاتين 31-23، وحلايب 30-23. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. المتابعة